وجه للباقي بالانفصال جزى باخ جاد باتصال وجه للباقي بالانفصال جزى باخ جاد باتصال وجه للباقي بالانفصال جزى باخ جاد باتصال يا باخيا ليس يموت سرمدا بحق وجهك وجاه احمدا خصما ارادني بسوء فورا اخصى عزيز لا يريني جورا لجدت بالعلوم والكتاب وبالحديث ما هي الحجاب خدت الي ما اكون معرفا بيل الجنان يوم عرفا ملكتني فيه العلوم والمنى لخدت من جلا وما تكمنا الي خدت فيما قد اختفى على سوى خير البرايا المختفى لخدت ما فاق به الجيلان عليه رضوان الذي اعلاني الي خدت ما بي ابو الحسن فاق بخدمه النبي جد الحسن تممت لي بما به التجاني فاق وكنت لي بالمرجان عليهم الرضوان والسلام كما بهم قد انتقى السلام لجدت ما زهزا عني الدنس سرت قديما مستوى مثل انس ملكتني وخدت لي احسانا ولست في مدي النبي حسانا ورستني فقه الامام مالك عليه رضوان الكريم المالك نفعتني لي كنت بالمنافع وخدت لي فقه الامام الشافعي وجهت لي منك منى لطيفة وخدت لي فقه ابي حنيفة يا خير قائد حميد حمدا قد خدت لي فقه الامام احمدا قسما اراد الدرري اقصى عزيز مقتدر انت القدير والعزيز لك خطابي موقنا باني خل وهيب لك يا ذا المن خلبت للاعيان بالتبشير بالمصطفى المكرم البشير مهوت دري سرمدا بالمصطفى ولي تجود بسرور يصطفى علمت لي خلوب اهل الزمن وكنت لي بما يديم امني لينت لي خلوب اهل الخير ولي تقول ما يزيد ميري علمت لي خلوب اهل الدر ولي تقول ما يزيد بري تسليم من ليس يوجه الدرر لي على الذي يقود للدرر على الذي لي يوصل الدرر تسليم من لي لا يوجه الدرر للمصطفى وجهت عند المسلمين مدى به سبت مصائب الامين ملكت عند المسلمين المجتبى مدى يجود لي بخير يجتبى وجهت للمختار عند المفلحين مدى يقود للمنى في كله نبست في الله وفي الرسول ما بعت ونلت خير رسول نبست في الله وفي الرسول ما بعت ونلت خير رسول نبست في الله وفي الرسول ما بعت ونلت خير رسول